صفقة شابات السلط اللي تأسست عام 1994، كان الهدف من هذه الفرقة هو المحافظة على تراث مدينة السلط تحديدا وتراث الأردن بشكل عام. طبعا احنا شاركنا، تم الدعوة لنا من مكتب الملكة اختارونا عشان نحيي حفلة حنة الأميرة رجوة. فرقة شابات السلط اللي تأسست عام 1994، كان الهدف من هذه الفرقة هو المحافظة على تراث مدينة السلط تحديداً وتراث الأردن بشكل عام. الفرقة طبعاً ترتدي الثوب السلطي اللي هو عبارة عن الخلقة السلطية واللي هو مكون من 22 متر، وطبعاً والعصبة اللي هي وزنها يقارب 3 كيلو. طبعاً يعني نتيجة للوزن وطول الخلقة السلطية، احنا طورنا بهذه الخلقة وحاولنا نعمل بشكل مصغر حتى الفتيات يستطيعن انه يؤدوا الحركات التراثية فيها. الفرقة حقيقة دائما أينما ذهبت الفرقة دائما بيكون إلها جمهور وإلها يعني محبين، سواء كنا في داخل الأردن أو خارج الأردن. وإحنا بنطمح للوصول إلى العالمية، والحمد لله إحنا يعني إن شاء الله في الطريق يعني إلى العالمية في أدائنا وفي لبسنا وفي كل ما تحتويه الفرقة. شاركنا في حنة سمو الأميرة رجوة، واستخدمنا طبعا الأغاني اللي بيستخدموها في الأعراس الأردنية والسلطية تحديدا، اللي هي الأغاني تتحدث عن حنة العروس، كان يعني حدث هام وتاريخي في تاريخ فرقة شابات السلط. وعشرة صابع مثل الشمع ماضوية. فرقة شابات السلط الفرقة الوحيدة اللي تحتوي على مجموعة من الفتيات، يعني هي فرقة شابات، لكن بعام 2016 أدخلنا عنصر الشباب بهذه الفرقة، لكن هي على مستوى المملكة فيها عدد كبير من الفتيات، والآن فيها الفرقة ما يقارب 32 فتاة بين يعني دبكة وأداء وعازف ومغني. قدمت للفرقة عن طريق مركز شابات السلط، كان في فاتحين باب التسجيل للفرقة وعبيت الطلب وسجلت بالفرقة. نظرة المجتمع بالعكس كانت جدا داعمة، والأهل كانوا جدا داعمين لموضوع الفلكلور الشعبي والفرقة، وبالعكس المجتمع جدا محفز وبيخلي الفتيات إنهم يجوا يتقدموا لهاي الفرقة. طبعا الفرقة أثرت بشكل إيجابي على شخصيتي وشخصية الفتيات الموجودين بالفرقة، تعرفنا على شعوب برا خارجية، شاركنا باحتفالات خارجية وداخلية، طبعا عرفنا ثقافات الدول اللي برا وتعرفنا على ناس كتير. طبعا من 2016 انتدبت لفرقة شباب وشابات السلط، شاركت بالعديد من الاحتفالات داخل السلط وخارج السلط ومن حال المملكة جميعا، شاركت برا الأردن، ومن أهم المشاركات اللي شاركتها بعرس سمو ولي العهد، شاركنا واحتفلنا معهم، كانت فرحة للأردنيين جميعا. لبسنا اللي هو اللبس السلطي أو اللبس الأردني، يعني اللي هو تكون من الشماغ، من الجناد، من الدجداش اللي هو الكبر، من السروال ومن الحذاء اللي هو البسطة. العنصر الشباب يضاف لون فلكلوري من الدبكة الشباب، يعني الصبايا كانوا تعرض للحفلات اللي بتقوم بها البنات، من الحنة، من الأعراس الخاصة بالنساء، الحفلات الخاصة بالنساء. العنصر الشباب اللي هو اللي احنا الدبكة، كنا يعني نخلي العالم تطلع على التراث الأردني اللي هو الحصاد، دبكات الأردنية منها يعني الدحية. طبعا الفرقة يعني حازت على المركز الثاني بمسابقة الفرق الأردنية على مستوى المملكة، أيضا خلال مشاركاتها كانت تحوز على عديد من الجوائز والمشاركات، يعني شاركنا في العديد من المهرجانات دائما الحمد لله، يعني إذا ما أخذنا المركز الأول كنا نأخذ المركز الثاني.
طبعا انا بوجه نصيحه لاي بنت حابه انها تشارك بالفرقه وعندها موهبه الدبكه. احنا هون جدا مثل ما بنحكي بنحتوي البنات وبنشجعهم على انهم يدخلوا الفرقه ويصقلوا شخصيتهم ويكونوا احسن.